دي بقى ان شاء الله هتبقى احلى شقة هنشوفها النهاردة في دجلة المعادي. احنا على اول الشارع في بنك كيو ان بي القطري، تمام. وده الشارع ودي العمارة. بص حضراتكم العمارة عاملة ازاي، فيها كافيه تحت، حاجة يعني فخمة جدا 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 جدا. هنا كله براندات وتوكيلات وكافيهات، تحت البيت على طول. هنطلع نشوف الشقة دلوقتي. الدور هنا على شقة واحدة 250 متر، دور شقة واحدة بس، بحر شرقي غربي قبلي، عمارة واخدة نصيتين اهي. دور على شقة واحدة والفيو كله على الشارع. هنطلع دلوقتي نشوف الشقة وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. كده الريسبشن، نشوف بقى البراندة. عادي الفيو اهو، ده الفيو بتاع المكان. شقة مساحتها 275 متر، 3 حجرات واتنين حمام، 3 غرف واتنين حمام. ده كده هي تشطيبها قديم، بس هي الشقة سعرها بالنسبة للتشطيب لقطة. الشقة مساحتها 275 متر ومطلوب فيها 2 مليون جنيه. طبعا الكلام ده كاش، 2 مليون ده في حالة الكاش. شقة مستويين، هنا الريسبشن حتة واحدة، وهنا بقية الريسبشن، هنا المطبخ بالحمام. فوق 3 غرفات، هنطلع نشوفهم دلوقتي. دي كده غرفة، دي كده غرفة، واحد اثنين ثلاثة وحمام. وهنا دي الغرفة التانية، ودي غرفة مقفولة، وهذا الحمام. دي غرفة مقفولة، تمام. هنشوف دلوقتي شقة تانية وإن شاء الله تعجبكم.